مساكم الله بالخير، جيت متعني لهايب الرغيد وعدتكم البارح خير يوم صورت لكم الدينه اللي واقفت عند بيت غازي المطيري. عروض ما تنتفوت من الاخر، عندكم اهل الرياض 4 فروع لهايب الرغيد. اقرب فرع منك شوفوا وينه وراح طق اغراض رمضان ووفر لك فلوس، لا وزيدك من الشعر بيت، بعض الاجهزه بعد الكهربائيه مثل العجانات مثل الطحانات ضمانها 2 سنين وعند هايب الرغيد وجوده ما توصف. تابع السنابات وبتعرف كلامي ذا. خلونا ندخل ونشوف وش مقدمين هايب الرغيد. بسم الله وتوكلنا على الله. خلصت من الاعلان والتغطيه، ولا غطيت ربع هايب الرغيد، ربعه ما غطيت. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يزيدهم ان شاء الله ويزيدوا باك، واللي يراعي الناس والاسعار الله يجعل ربي يفتح له فتح مبين ان شاء الله. امين. في تجارته وفي حلاله وفي عياله. لكن الرجال لزمني بحقي. يا ابن احنا بروح عندي شغل. والله ما تروح. يا ابن احنا تكفى الله يرحم والدينا. تكفى. يا اخي. انت تبغى الصدق؟ اركب في السياره بالقوه. انت تبغى الصدق؟ اي. ضيعت غداي من بيتي. اي. تمام؟ وكان عندي ضيوف. وبهذل انت بي. انا والحين الساعة 5:30 واخر شيء تبغى تفحط وتخليني ما هي بواقع. والله اللي ما من افك يا جماعة، هذا الصدق. انا وانت مصير واحد. انا اقول انسان الله يسر ان شاء الله تغدانا، بعد الغداء كلني يروح لحاله. لا بعد الغداء الله يسهل امرك. الحمد لله تم خلاص ان شاء الله. يا ابو هايل انا رجال نسوي رجيم ومخفف ونازل من وزني 10 كيلو. صل على النبي. خلك حال السلطات. واذا ذوقت ها مش محترم. المشكله تدري وش هي؟ ان الفرامل عندي ما تزيد. اني بديت بالسلطات ما داير غير من اخر الصحن. الله يكثر الخير. قل يا الله. اليوم لنا بس، اليوم لنا طالب انك طلب لنا. لا والله من بكره الرجيم. لا تدري عن حال؟ اسلم. علشانكم اليوم بخرب الرجيم وبتغدى، وان جيتني على الوتر حساس يا اخوي. الرز واللحم نقطه ضعف. في واحد ثاني غايب في قارة أفريقيا. هذا اللي يدور للمندي. تعدى مرحلة المندي الحين، ما ياكل غير جوازي. شيء اسمه مندي، قتل. عزل انك تذكي بسكين حتى ما تذكي. سكين الموز هذيك حقت الفواكه. بالله انك تفاح حطه على المندي. علمه. اي والله اللي يحرم. ما شاء الله شوف ذا الزبدة. شوف. اي هذا. هذا يحرموها اللي رايحين للسودان يقصوا الأرانب. حرموا الطيب، لحم الطيب. عز الله، عز الله. ما تدور الارانب والنعمه الطيبه. شوف ما شاء الله. والارانب جف يبيس. انا انصحكم انكم تخفوا من الوزن وتخفوا من الاكل. وانا بنوب عنكم. اي والله هذا ما بنايبه، هذا بيخلينا نبا. بس من بكره ان شاء الله، من بكره. تدري عن حال اللي جلسنا عندك اليوم بكره؟ نبعنا فلك والشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا الله يا كريم انت. انت زيد النعمه يا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم لك الحمد والشكر والله.